بعض الفحوصات. عايزين بقى نخش على السادة الحوامل صحيح بقى، صحيح عندنا نسبة كبيرة حوامل دلوقتي، عايزين نفيدهم بقى. ايه صحيح الفحوصات اللي ممكن تعملها وايه الفيتامينات اللي ممكن نقدمها لها في الفترة دي؟ كتير جدا يقول لك ايه، يعني انا اخد لي كالسيوم، واحد يقول لك اخد لي حديد، صحيح وناس تانية تقول لك طب انا نفسي اخد يا دكتور احمد ديبوفيت اللي هو صحيح فيتامين ب فيتامين بي المركب، صحيح لانه صحيح بيساعد على تنمية مش عارف المخ في الاطفال. صحيح وفعلا انا بعض صحيح الستات عندي تيجي تجيب له روشتات مكتوب فيها ايه، ديبوفيت ب 12 او صحيح ديبوفيت ب ومال 12، ومال صحيح ومهم جدا. هل صحيح الديبوفيت ب 12 ده مهم للستات الحوامل؟ بس هو جزء من العلاج، ان لو المريض داخل برنامج ان انت تصلح له اي حاجه فيه ملخبطه، ما لا ينفعش ده ادخل بقول لك ايه، مريض اهميه حلوه حتى في ايه، ده مش فقط في الجهاز العصبي للطفل، كله حتى في كله لا نمو لا المخ. كله طبعا هو جزء مكمل، مايكرو نيوترينت دي جزء مكمل اساسي للاعصاب وحتى لمكونات الدم وللنشاط والحيوي لكل حاجه، تمام. وبالتالي هي جزء المريض يخش برنامج حقن مجهري وهو بصحته كويسه وكلام ده تمام. وصلحت له الحاجات اللي هي ملخبطه، يعني ما ينفعش ادخل مريض مثلا يعني والسكر بتاعه مش مظبوط او وزنه زايد، وطبعا وزن زايد انا بتكلم ادخل في ملعب حضرتك لا لا انا مش معاك، لا عارف احنا النهارده في ملعب النساء والولاد. فلا بد حضرتك برضو ان الوزن يتظبط شويه، وعلى فكره هو مش للحقن المجهري فقط ولا للبرنامج فقط، دي بيبقى يعني ثقافه وحياه، يعني ان هي ان الواحد يظبط وزنه شويه بحيث ان هو ينزل حاجه بالمعقول كده، دي هتساعد قوي نتيجه حقن مجهري وهتساعد ان انا ما يحصلش عندي مشاكل ان شاء الله ما في يحصل حمل الحمل. كمان. تمام طبعا تمام